مساء الخير زملاء، ويعطيكم ألف عافية. رح أحكي هذا الفيديو شرح عن طريقة استخدام المخطط. طبعا هاي المسألة اللي رح أشرح فيها طريقة استخدام المخطط هي مسألة تصميم، اللي هي أصعب من التحقيق. ليش؟ لأن عندي متحول واحد فقط، أما التحقيق بيكون عندي متحولين. كمثال، هاي المسألة معي الكيو فقط، وبدي أطلع كل شيء عن طريق الكيو. شلون؟ قديش الكيو؟ 3. بروح على المخطط، هاي الكيو تساوي 30 مثل ما شايف. شو اساس اختيار؟ هلا انا بدي اول شيء بدي احدد القطر، تمام؟ القطر هدول الخطوط اللي جاي بهالشكل، تمام؟ شلون بنشتغلها؟ قديش الكيو قلت معي؟ 30. حلو، راح روح، انتبهوا علي كتير، راح انا عندي مجال السرعة الاقتصادية من 0.5 للواحد ونص، انا اللي حختاره هلا واحد، هي السرعة المثالية في تساوي الواحد. رح روح من هون الفيات، من عند الفي تساوي الواحد بطلع بخط، انا شو بدي حدد ديها؟ بطلع بخط في تساوي الواحد، تمام؟ خليه يتقاطع مع ال 30 ليكا، مع الكيو تساوي 30، تمام؟ هاي الكيو تساوي 30، هاي نزلت تتقاطع هون، تمام؟ انا بدي حدد ديها عند نقطة التقاطع، بشوف اي اقرب قطر الي، هدول الخطوط القطر هدول اللي جاي، هاد فعندي يا هذا القطر يا هاد، المنطقة هون هي نقطة التقاطع، فهذا القطر الاكبر الاقرب، فالدي تبعي هي 200، تمام؟ حددت القطر وحددت الكيو، الفي قلت بعتبره حاليا واحد، بس هلا بشوف قديش الفي. الدي بروح مو 200 خلص اعتمدت عليها، بقاطعها لحد مد، يعني بشوف قد ايه ما تتقاطع مع الكيو تساوي 30. تقاطعت هون، تمام؟ مثل ما شايف هون تقاطعت، بشوف قديش السرعة عندها، تمام؟ السرعة 0.9 كانت، وعند نقطة التقاطع الكيو مع الدي، انتبهوا كيو مع الديها هون، بنزل بخط افقي شاقولي، وبشوف قديش ال H هون، فبتكون 4 بالألف. ناخد مثال تاني، المثال التاني لتكون ال Q تساوي 70، تمام؟ بدي حدد كل المواصفات، شوفوا شو بنعمل. هاي ال Q تساوي 70، كمان نفس الحركة، بروح عند ال V تساوي واحد، وبطلع فيها لحد ما تتقاطع مع ال Q تساوي 70، هاي النقطة، هاي، تمام؟ عند نقطة التقاطع ال V مع ال Q بدور على نصف القطر القريب لإلا لهالنقطة، اللي هو ال D تساوي 300، فأنا حددت ال D تساوي 300، استقريت عليه. بدي اعرف هلا الفي قديش، تمام؟ ليش؟ لقلت اعتبرت هلا الفي واحد، اعتبرت من عند الدي، بشوف وين بتتقاطع مع الكيو تساوي 70، تمام؟ بتتقاطع بهي النقطة، بنزل بلاقيها هي نفس الواحد، تمام؟ بجوز تطلع بفواصل، يعني نقطة التقاطع هي مثل هلا كنت معتبرها واحد قبل، ولما قاطعت الدي مع الكيو طلعت 0.9، المهم فطلعت الفي واحد عند نقطة التقاطع، الكيو مع الدي كمان بنزل بخط شاقولي للأسفل، تطلع معي اتش بالألف، تمام؟ هون بكون بملي كل الجدول، بكون مليت كل الجدول، هاي اتش بالألف، وهي الفي، وهي الدي، تمام؟ وهي الكيو، بقي دلتا اتش اللي هي اتش بالألف، تمام؟ ضرب ال، تمام؟ اتش بالألف يعني بتحطوها 3 على 1000 ضرب ال اللي هي 300، بتطلع 0 على 1000، لا عفوا خلص محطوطه خالصه، محطوطه خالصه، اكتبوا هون يعني بتحطوها 3 ضرب 300 على 1000 دغري محطوطه خالصه، مشان ما تحولوا 0.003، لا خلص دغري 3 ضرب 300 ال H 3 ضربوا ال L 300 وهي على 1000 دغري بتطلع 0.9. بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو قدر الامكان، ويعطيكم الف عافيه.